بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا الشرح سلبية للأخ محمد العامري، اللي هو كيفية وضع تقويمات هجرية. طبعا الآن التقويم اللي جنب الرسائل إذا سوينا هذه الطريقة ما حيظهر لك هجري في التقويم اللي جنب الرسائل، ولا حيظهر لك في شاشة القفل، فقط حيظهر لك في مركز الإشارات لما تروح عند طاقة البطارية. تسحب 3 أصابع الأسفل، تلقى شيء اسمه اليوم، تضغط عليه، بعدين تلف شوي لين تلقى التقويم الهجري. طب حنستعمل الآن طريقة، تدخل على الإعدادات، بعدين تدخل على البريد جهة الاتصال التقويمات. بعدين تمشي تلف على اليسار، تلقى شيء اسمه تقويمات بديلة إيقاف، تضغط عليه مرتين، تلقى في إيقاف الصيني العبري الهجري، تضغط على الهجري، طب خلنا نجرب الآن. شوف شوفنا اليوم السبت 23 من أبريل، السادس عشر من رجب 1437 هجري، وهذه الطريقة، ويعطيكم العافية.